حبايب قلبي اهلا بيكم النهارده في جوله جديده. فين النهارده؟ احنا في مكتبه القاهره الكبرى. مكتبه القاهره الكبرى يا جماعه ده كان قصر الاميره سميحه، والاميره سميحه من حبها للثقافه اوصت ان القصر ده بعد وفاتها يتحول لدار ثقافه او مكتبه من كتر حبها للقرايه والثقافه. المكتبه دي يا جماعه موجوده في الزمالك، موجودة في الزمالك، والتذكرة بتاعت المكتبة 2 جنيه، 2 جنيه تدفعوهم وتدخلوا تشوفوا مكان غاية في الجمال، الفن المعماري الرائع، قصر من جوه تحفة، تحفة فنية. طبعا المكتبة متجددة قريب جدا، ومتضاف ليها عناوين جديدة وأجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى إن هي فيها كمان كتب أثرية وكتب قديمة وكتب مترجمة ومكتبة للأطفال. تقضوا فيها يوم غاية في الجمال، تريحوا أعصابكم كده، والناس اللي بتحب روايات قديمة، بتحب كتب، بتحب أي حاجة، بتبحث باحثين، أي حد بيحب بيدور على عناوين معينة سواء كانت قديمة أو حديثة هيلاقي في المكتبة كل اللي هو محتاجه، بالإضافة إلى إن هي شغالة بتقنيات حديثة زي الـ RFID وكده. المكتبة طبعا فيها جزء مطل على النيل، تقدروا تاخدوا الكتب بتاعكم وتتصفحوا الكتاب بتاعكم في جو رائع جدا. وارجع اكرر تاني ان تمن التذكرة 2 جنيه، تحفة معمارية يا جماعة. الناس اللي بتحب الكتب والمكتبات والروايات، مكتبة القاهرة الكبرى حاجة النهاردة هدية ليكم. الفيديو طبعا ما صورتش المكتبة بالكامل، انا صورت بس المدخل من هنا من ناحية السفارات من هنا. هي لها اكتر من مدخل بالمناسبة، غاية في الجمال. ان شاء الله في الفترة الجاية انا هصور لكم مكتبات كتير جدا. هنفصل كده شوية ونرجع بقى، ان ريحة الكتب فيها، ريحتها الكتب القديمة والمكتبات بتفكر الواحد كده بايام الدراسة الحاجات دي. صدقوني لو رحتوا كتير هتنبسطوا قوي هناك. المكتبة عليها اقبال كبير على فكرة. فيها عدد من العناوين، فيها مواد سمعية وبصرية، وفيها كتب للأطفال، فيها حاجات كتير جدا. المكتبة، المكتبة فيها أجهزة كمبيوتر لو عايزين بحث، لو عايزين حاجة زي كده. يلا نرجع الكتب زمان والجو زمان، ونروح نزور المكتبة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير، ومع السلامة.